حذر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ من أي اضطراب سياسي في البلاد بينما تخوض حروبا على جبهات عدة، وذلك عقب إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يؤاف جالانت. هذا وتظاهر مئات الإسرائيليين في تل أبيب احتجاجا على إقالة وزير الدفاع يؤاف جالانت، وتجمع المتظاهرون الذين هتفوا بشعارات مناهضة للحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد وقت قصير على إعلان إقالة جالانت. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن العلاقة مع جالانت عانت من فجوات وأفعال متناقضة مع الحكومة، وأن الثقة تصدعت معه في الأشهر الأخيرة من الحرب، ولهذا قرر إقالة جالانت وتعيين كاتس بدلا منه. في خضم الحرب كان هناك حاجة إلى الثقة الكاملة بيني وبين وزير الدفاع، لكن للأسف رغم وجود هذه الثقة والعمل المثمر في الأشهر الأولى من الحرب، إلا أنها تصدعت خلال الأشهر الأخيرة من الحرب، وتم اكتشاف فجوات كبيرة في إدارتها. هذه الفجوات ترافقت مع تصريحات وأفعال تتناقض مع قرارات الحكومة وقرارات مجلس الوزراء، كما تسربت للعلن هذه الخلافات بطريقة غير مقبولة حتى وصلت أيضا إلى أعدائنا. لذا قررت اليوم إنهاء ولاية جالانت وتعيين الوزير كاتس بدلا منه بعد أن أثبت قدرته ومساهمته في الأمن القومي. ومن جهته أرجع جالانت سبب الإقالة إلى خلافات بشأن قانون التجنيد وإعادة الأسرى وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر. قرر أن الأمر يمكن إنجازه، إعادة المخطوفين ممكنة. هذا مرتبط بتسويات، جزء منها مؤلم. دولة إسرائيل ستعرف كيف تصمد أمام هذه التسويات، والجيش يعرف كيف أن يدعمها أمنيا. ومن ذهب من المخطوفين، من يذهب لن نعيده. لن يكون هناك مغفرة على التخلي عن المخطوفين، وهذا سيشكل عار على جبين المجتمع الإسرائيلي ومن يقودون هذه الطريقة الخاطئة. القضية الثالثة، الحاجة إلى استخلاص العبر بعد التحقيق أساسي وعميق. عندما يتم الحديث عن المستوى الأمني والقومي والعسكري لاستجلاء الحقيقة واستخلاص العبر، وهذا له عنوان وهو لجنة تحقيق رسمية. وفي أبرز ردود الفعل، قدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير التهنئة لنتنياهو على إقالة وزير الدفاع يؤاف جالانت، وقال إن جالانت ظل عالقا في مفاهيم لا تسمح بتحقيق النصر المطلق. كما وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد تصرف نتنياهو بإقالة جالانت بالجنوني، متهما إياه ببيع أمن إسرائيل.
أما غادي إيزنكورت عضو الكنيسة فاعتبر أن إقالة وزير الأمن خلال الحرب هو قرار قاس وغير مسؤول. من جهة أخرى هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين تأكيدهم أن إقالة جالنت فعل عديم المسؤولية. ومن بيروت معنا مستشار الحدث لشؤون الشرق الأوسط علي حمادي. سيد علي تحية طيبة، كم سيؤثر تغيير وزير الدفاع الإسرائيلي على الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان؟ فلنقل بداية أن الوزير الذي جرت إقالته يوآف جالنت ليس حمامة سلام، يعني بمعنى آخر بأنه إذا ذهب سوف تتصاعد الأمور على نحو جنوني. هناك خلافات لها طابع سياسي داخلي ومرتبطة بمسألة المفاوضات، أولا مرتبطة مفاوضات التبادل مع حركة حماس، تبادل الأسرى والمخطوفين، إضافة إلى أيضا إلى مسألة لجنة التحقيق الخاصة بأحداث 7 أكتوبر وأمور أخرى، وطبعا انعدام الثقة، وثمة بعض الشائعات التي سرت هذه الليلة في تل أبيب قالت بأنه ربما التسريب الذي حصل قبل أسبوعين حول الضربة الإسرائيلية واتهمت فيه موظفة في البنتاغون الأمريكي قد لا يكون مصدره واشنطن وإنما مصدره تل أبيب وربما في محيط الوزير جالنت، إنما طبعا كانت هذه شائعات. بالعودة إلى موضوع لبنان، موضوع لبنان هناك توافق من كل القوى السياسية الإسرائيلية حتى تلك التي تصف العمل الذي قام به الإجراء الذي قام به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه متهور، بأنه غير عقلاني، وبأنه يعني غير مسؤول. بالرغم من ذلك كله هناك توافقات وتقاطع في الرؤى حول محاربة حزب الله وتقويض قوته العسكرية، لا بل تدمير قوته العسكرية في لبنان، وهذا الأمر يمكن يعني إضافة العامل الأمريكي إليه، حيث أن هناك تقاطعا في الرؤى الأمريكية والإسرائيلية حول موضوع حزب الله ومصير حزب الله كتنظيم عسكري وأمني. يتفق الطرفان على أنه حان الوقت لتحييده من المعادلة العسكرية الأمنية. نتحدث هنا عن العسكري الأمني وليس عن السياسي الاجتماعي في لبنان، هذا أمر مختلف تماما، وهذا أمر لا تبحث عنه لا الولايات المتحدة، وبتقديرنا بأن إسرائيل واضح بأنها لا تمتلك الإمكانية لإزالة تأثير حزب الله السياسي والاجتماعي في المعادلة السياسية اللبنانية. إذن مختصر مفيد، الحرب مستمرة، محاولة تقويض حزب الله إلى أبعد الحدود مستمرة. حتى بعد أن صدر هذا التعيين كانت هناك يعني غارات إسرائيلية قاتلة ومدمرة، ويعني أكاد أقول بأنها كانت صعبة جدا وإجرامية في لبنان، في منطقة في منطقة برجة في شمالي صيدا، ونسب الأمر إلى الجيش الإسرائيلي الذي يلاحق ناشطين من حزب الله يعملون في الإطار المالي لهذا التنظيم. نعم، أنت قلت بأن التأثير السياسي أو القدرة على إزاحة حزب الله سياسيا، ولكن سطوة حزب الله السياسية على قرار الدولة اللبنانية كيف يمكن إزاحتها؟ السطوة سوف تتراجع شيئا فشيئا، بدأت تتراجع، يعني حزب الله قبل هذه الضربات شيء، وحزب الله اليوم شيء آخر، وربما بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة من الحرب و عمليات التدمير المنهجي التي تقوم بها إسرائيل، التهجير المنهجي، تدمير كل الجنوب، جنوبي الليطاني وأجزاء من شمالي الليطاني، المعضلة الديموغرافية، المعضلة الإنسانية،
التي يواجه بها حزب الله لا سيما داخل بيئته سوف تؤدي إلى تغيير في طريقة اللعبة السياسية في لبنان، وهذا أمر محتوم لأنه الفئات اللبنانية والبيئات اللبنانية والمكونات اللبنانية الأخرى لم تعد تقبل بما كانت تقبل به في السابق، أي قبل 27 من شهر سبتمبر الماضي. سيد علي، بالعودة إلى ما يجري في إسرائيل، كان هناك زيارة لوزير الخارجية الفرنسي إلى إسرائيل، كانت مخططة أعتقد اليوم أو غدا. بداية، ما الرسالة التي كان يحملها وزير الخارجية الفرنسي؟ والأهم هو مع التغيرات الوزارية داخل إسرائيل، هل اللقاءات ستكون أو تكون معدة إجمالا مع الاسم أو مع المنصب؟ وبذلك هل هذه الزيارة ستستمر وسيلتقي وزير الدفاع الجديد ووزير الخارجية الإسرائيلي الجديد؟ حتى هذه اللحظة هذه الزيارة مستمرة. كانت هناك مقابلة تلفزيونية أجراها الوزير بارو في المحطة فرانس دو الفرنسية، تحدث فيها عن الأهداف. هناك هدف لمقابلة المسؤولين الإسرائيليين، هل هذا الهدف هو محاولة إحياء البرنامج أو المقترح الفرنسي الأمريكي الذي قدم أمام الأمم المتحدة قبل حوالي الشهر ورفضته إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان وفي غزة، وتقديري بأن هذا الموضوع طواه الزمن. هناك نقطة أخرى سوف يحاول الوزير بارو القيام بها أو من ضمن مهمته، وهي التواصل مع السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله، إضافة إلى عدد من المؤسسات الفلسطينية ذات الطابع الاجتماعي، لأنه سوف يزور الأراضي الفلسطينية أيضا. أضف إلى ذلك بأن لديه مهمة ثالثة، وهي المهمة التي تحدث عنها اليوم في باريس عندما قال بأنه سيعمل على ترميم العلاقات المتوترة جدا بين إسرائيل وفرنسا على خلفية السجالات بين بنيامين نتنياهو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث كان هناك سجال وحتى كان هناك هجمات شخصية متبادلة بين الرجلين. نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت مستشار الحدث لشؤون الشرق الأوسط علي حمادة.